تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم في كل بكل خير. كل المتابعين البث، لو الصوت مسموع عندكم يا ريت تورونا. لو الصوت مسموع طبعا يا جماعة، احنا دايما بنسأل عن الصوت لأنه في مشكلة، لأنه عادي جدا البث شغال زي ده ممكن يقطع عليك عادي وانت ما تكون عارفه. حتى كم مرة حصلت معانا، ومرات بتكون بتتكلم وصوتك ما واضح، فكل اشياء بتضطرك لانك تسأل الناس يعني عن الصوت. مرحبا عبد الله سري، اهلا، اول تعليق مرحب بكم. كل الشباب فتحوا البث الان، البني ادم ود العالم، اهلا اهلا حسن، مرحب التهامي، مرحبا عباس دفع الله. شباب الصوت اذا واصل عندكم الناس تعمل معانا شير، تبدا معانا شير يا جماعه، ابدا معانا شير، وصلوا الرساله دي نشوف كده المواطن السوداني ده وكرامته دي دايره تصل لوين. كويس، نشوف كرامه المواطن السوداني دي واصله لوين. اعمل شير، طيب اعمل شير يا ريت، رجاء اعمل شير، المشاركه اسفل الفيديو تحت، اعمل شير، قوي معانا البث ده، قوي معانا البث عشان ما يتهاجم. طيب لانه كطيب القحاده حتحاول تهاجم اللايف ده بقدر الامكان، ما حتحاول تخلي الصوت يصل بقدر الامكان، ما حتخلي الرساله تصل. طيب يا جماعه الحاصل كالاتي، مرحب بكم هنا في الصفحه باسم الاعلامي احمد الضي، اهلا وسهلا مرحب بكم. الحاصل كالاتي، اخواننا المغتربين والماشين يغتربوا، كويس، ماشين عشان انهم يغتربوا برا السودان والهنا في موضوع التطعيم ده بتاع الكورونا، كويس، التطعيم بتاع الكورونا ده الناس كلها يمكن عارفاه، فالناس اخذت جرعتين وبرنامج وبتستلم الكري بتاع السفر وبتسافر يعني. طبعا الطبيعي انه الاجراءات دي مجانيه من الدوله، الطبيعي حسب ذاته ما التزمت الدوله يعني، كويس. الناس دي مشت وكانوا موعودين، كويس، اللي هو مثلا انت بتعمل الليل الكريت او بتعمل الدفعه بيسموها شنو، تعمل الجرعه، بتجي تقدم للكريت بيقول لك والله يا اخي خلاص تعال بعد بكره، تعال بعد بكره استلم الكريت بتاعك، تمام. طيب ال 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 في ناس الان لهم اسبوعين، في ناس 10 ايام، في ناس اسبوع، في ناس 5 يوم، في ناس كده. في نوع قدم مثلا الثلاث، قال لي تعال بعد بكره الخميس، في نوع قدم يوم الثلاث الفاتت القبل دي، كويس، قال لي تعال بعد بكره، جا يوم الاربع ما لقى حاجه، جا يوم الخميس ما لقى حاجه، كويس. حتى هم اللي هو جهاز المغتربين قاعد يشتغل، بقى يوم الجمعه ذاته بقى قاعد يشتغل حتى يوم الجمعه. الهدف من الكلام ده قال التخفيف، مع انه ده الواجب، كويس. طيب للاسف الشديد الناس دي لما جات موعوده على انها تستلم بسرعه الكروت بتاعتها، بقت المماطله شغاله، بقت المماطله شغاله، كويس، واوراقهم ذاتها بقت الخايف انه تكون ضاعت الغير وما ادهم. الان اتصالات من الناس في المغتربين، الان في الخرطوم هنا في المغتربين، الان اتصالات منهم بيقولوا انهم لما شافوا الحكايه دي ما نفعت احتجوا على الحاجه دي، احتجوا عليها، فما كان من السلطه ما شاء الله يعني الديمقراطيه بتاعت الحريات بتاعت حمدوك شنو ده فهمت وديل، خلاص ما كان منهم الا انها اطلقت عليهم البمبان الثقيل وتم طردهم من المكان. هو زول قال حقي، الناس زعلوا قفلوا الزلط، ما يقفلوا الزلط يا اخي، انت ما تديهم حقهم يا اخي، عشان ما تجي ناطلي تقول لهم يكفلوا الزلط، لا يكفلوا يا اخي، يكفلوا راسك ذاته، انت ما تدي الناس حقوقهم يا اخي، كويس، عشان ما تتناقش لك مع قحاتي منتفع رخيص ارزقي ساكت، او تتناقش لك مع قحاتي يكون غبي، وفي قحاتي بكون صادق بنسبة 1%، كويس، يبقى انت ادي الناس قروشهم، اديهم حقوقهم. الكروت دي ما سلموا عليهم. أسي الآن كلام ده أضرب لأي زول عندك في المغتربين الآن، قول له الحاصل شنو؟ الناس دي تقريبا حسب رواياتهم زي 3000 وقيل أكثر، تم ضربهم بعدهم يلا يلا بالبومبان، أمشوا من هنا، أمشوا وين؟
واحد بيتكلم معايا قبل شويه بالتليفون بيقول لي يا احمد الضي انا اقامتي بتنتهي يوم 21/7 ومجرجرينه. قال لي انا باجي من مدني التذكره ب 2000 ونص، وجيت ساكن في دار السلام، بس بمشي من الصباح وبجي، بمشي من الصباح وبجي يوميا على الله. قال لي حق المواصلات تكاد تكون حقة الاقامه، تكاد الرسوم الاقامه ذاتها. كويس يا جماعه، الان في ناس عندهم اقامات كويس دايره تنتهي خلاص، في ناس اقاماتهم انتهت. كويس يا جماعه، الكلام ده الدوله يجب تهتم به، الدولة يجب تهتم به. ما ممكن البمرق الشارع تدي بمبان وتكون انت مقصر في حقك، ما ممكن الحكومة في انت تقعد تقصر في حقوق الناس ولما الناس يحتاج. هو لو ما قصرت ذاته احتاج ما تدي بمبان، ما لقى سي في شنو هسي؟ لو ما في اي حاجة الناس ساي قررت تتظاهر، ساي ما في اي شيء، البلد دي كلها بقت خير وبناكل من تحت ايدينا وارجلنا وخلاص يعني، بقت السماء تنزل علينا المن والسلوى. كويس؟ حتى وين حصل الكلام ده الناس اتظاهرت برضه تقول لهم خلاص بس اطلعوا كده وكده، اتظاهروا هنا ده ما في مشكله. انت كدوله مهمتك تحميهم، كحكومه مهمتك تحميهم، مش مهمتك انك تفرض عليهم دوله الفاشيست، مش مهمتك. الكلام ده كان بيحصل في عهد البشير، وقت نافع بيقول الحس كوعكم، لما نزول مواطن يطلع الشارع يقول انا حقوقي خلاص، او لما المغتربين يعملوا زي العمليه دي فيهم ولا اي جهه ما الناس رفضت واحتجت وقالت لا مباشرة. كويس كويس، مباشرة مما الناس احتجت بيتم ضربهم بالبمبان، بيتم تفريقهم، بيتم هكذا اتهمهم بانهم هم ما عارف ليك مخربين للدولة وكده. هسه ديل برضه بنفس الغباوة وبنفس عدم الفهم والطغيان طوال مباشرة اتهموا الناس بانه انتوا كيزان وانتوا فلول نظام بائد. يا زول بلاش استهبال معاك، ادي الزول اجراءه بلا قله ادب معاك، خلي دار تتهم الزول عشان تبرر اخطائك انت. اقسم بالله اخطاء حمدوك دي والله مهما دقوا له الدلوكه والله وصمت عار في جبينه. وهو الرخيص الثاني قال انا قال سمعت، قال سمعت. كويس في زيارته للجنه ازاله التمكين عشان يكرس الطغيان اكثر، كويس لانه عشان يحموه حتى هو، كويس وعشان يشغل ناس اسامه داوود وغيره ومشاريعهم وشركاتهم و المهم قال انا سمعت انه انا اكثر رئيس تلقيت قبول. والله مين بقيت تتذكر الماضي ده، ده موضوعك بقى معناه هنا. قال انه اكثر رئيس لقيت قبول وانه الان الشعبيه انخفضت، ما انخفضت بقت ماف. انت جاي يطبلوا لك بعض المساكين اللي ما عارفين حاجه، انت جاي يطبلوا لك بعض القاعدين في الاسبيليت اللي مادينهم قروش كتائب الكترونيه بقول لهم اكتبوا شكرا حمدوك. انت ما في زول الان من الشعب دايرك يا حمدوك، ما في زول لو مكذب كلامي ده انزل الشارع الان الصفوف ضل فيصل بيننا وبينك. ما تمشي لي زياره يرتبوها لك الاحزاب ديل في انت والبعض، لا تنزل بكره تمشي لنا زياره، خلي حرسك يحيطوا بالمكان، لكن بعد حرسك ده امشي ادخل لي كده في الصف سلم على الناس، امشي شوفهم، شوف لو في مواطن ذاته ابتسم في وشك. ده كم الشعب ده صار ضدك وعاملك معامله انت ما تتخيلها. فالان يا جماعه ديل المغتربين الان هناك الشرطه بتفرقهم بالبمبان وليهم ايام. كويس قال لي يا اخي نحن الناس هناك بيقول لك الان نحن وصلنا مرحله الموظف بيجي داخل 9:30 9:10 على كيفه والاف الناس منتظرين. دي شكاوي المواطنين الان، ما نحن خاطين الرقم ده كثير من الناس بيتصلوا بدون الاحداث يعني الحاصل والله كده كده احنا نعمل كذا، نحن حاصل معانا كذا. كويس فالظلم ده يا جماعة لابد انه يقيف الان عليهم انه يسرعوا يدوا النازل الكروت الصحية بتاعتهم خلاص، يدوم كروت السفر بتاعتهم يخلوا الناس دي تسافر. كويس الناس دي معايشة اتضايقت، الناس اللي عندهم كفلة برا، الناس اللي عندهم اقامات، ما ممكن كل يوم على الله، ما ممكن كل من عبر عن رايه كوز، كل من طالب بحقوقه كوز، بل انتم الكيزان ولكن لا تشعرون او تشعرون ذاته في انت. يبقى الناس عليها تنتبه للقصه دي، والان دي رساله اخوانكم في المغتربين اللي موجودين هناك، والكلام ده ما يصعب انك تعرفه. الان اتصل على اقرب زول، يسهل شديد اتصل على اقرب زول في المغتربين بيوريك الحاصل. السلام عليكم ورحمه الله.